بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع سمى نفسه عين أبو شنب. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء سابق، أما في هذا اللقاء فيسأل ويقول: ما حكم ما يسمى بخلو الرجل الذي يدفع لمن يخلي المكان التجاري لمستأجر جديد ويعطيه مبلغا من المال خلو الرجل، علما بأن هذا المال فقط يدفع للمستأجر الأول ولا يعطى صاحب المكان منه شيء؟ هل فعلا له حق في هذا المال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. المستأجر إذا كان له بقية من المدة في المحل فإنه يجوز له أن يؤجر بقية مدته لآخر يخلفه، ويكون استعماله مثل استعمال الأول، لأن بقية المدة ملك له، فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستخلف من يستكملها بأجرة أو بدون أجرة. أما إذا كانت مدته قد انتهت فليس له استحقاق في هذا المحل يأخذ في مقابله شيئا من المال، إنما يجب عليه ترك المحل لصاحبه، يؤجره على من يشاء، يسلم المحل إلى صاحبه إذا تمت المدة، أو يستأجره لفترة أخرى إذا رضي صاحب المحل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاسين طاء، يسأل ويقول: هل يجوز أن يصلي الإنسان النوافل وهو جالس بالرغم من أنه لا عذر له؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للإنسان أن يصلي النوافل وهو جالس، ولكن إذا لم يكن له عذر فإن له نصف أجر القائم، تصح صلاته نافلة وهو جالس. جزاكم الله خيرا. ماذا أفعل في الصلاة عندما أصاب بالوسواس أو التفكير، علما بأني أعرف ماذا قرأت من القرآن؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليك أن لا تلتفت للوساوس، وأن تقبل على صلاتك، وأن تستعيذ بالله من الشيطان وتقبل على صلاتك، ولا تنفعل مع الوساوس والخواطر. عليك بإحضار قلبك وطرد الوساوس وعدم التفكير فيها والاسترسال معها، هذا هو الواجب عليك. جزاكم الله خيرا. مصري يعمل في الرياض ورمز إلى اسمه بالحروف سين ألف ميم، يقول: هل لحضور ليلة القدر في مكة أفضلية عن قيامها في أي مكان آخر؟ ليلة القدر ليلة عظيمة، هوها الله بشأنها في كتابه الكريم، وصفها بأنها ليلة مباركة، وصفها بأنها خير من ألف شهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حاصل لكل مسلم في أي مكان من الأرض مع النية والاحتساب، ولكن إذا حضرها المسجد الحرام فإن ذلك أفضل، لأن الحسنات تضاعف في المسجد الحرام أكثر من غيره لشرف المكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد أزهري حميدان من السودان يسأل ويقول: عند بعض الناس عادة وهي الحلف بالطلاق عند البيع والشراء في الأسواق، هل هذا الطلاق يقع على أزواجهم علما بأنهن لا يعلمن بذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز للإنسان أن يحلف بالله أو يحلف بالطلاق عند البيع والشراء، لأن ذلك مدعاة للكذب والغش
وخداع الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يتجنب المسلم الحلف عند البيع والشراء ما لم تدعو إلى ذلك حاجة، ويكون صادقا في يمينه. والله تعالى يقول: احفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يعني أن لا يحلف إلا عند الحاجة، ويكون صادقا ولا يستعمل اليمين للكذب وخداع الناس. وكذلك الطلاق، لأنه لفظ خطير ويوقع الإنسان في الإثم، فيتجنب الحلف بالطلاق لا سيما عند البيع والشراء، لأنه كلمة لها خطورتها ولها آثارها. وإذا وقع للإنسان شيء من ذلك وهو كاذب، طلق وهو كاذب، فعليه أن يسأل أهل العلم. أما ما دام لم يفعل هذا فإنه يتجنب هذا ويبتعد عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان علي قضاء 6 أيام من رمضان وأريد أن أصوم 6 من شوال، فهل يجوز أن أنوي القضاء وصيام 6 أيام من شوال في وقت واحد؟ عليك أن تنوي القضاء أولا، تفرغ ذمتك من الواجب، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. أما أن تجمع بينهما بصوم واحد فهذا لا يجزي، لا بد أن تصوم القضاء أولا ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توفي عمي أو طلق زوجته فهل لي أن أتزوج بتلك الزوجة؟ لا بأس بذلك. إذا طلق عمك زوجته وخرجت من العدة، أو توفي عنها وخرجت من العدة، فلك أن تتزوج بها ما لم يكن هناك مانع من النكاح غير كونها زوجة عم. نعم. جزاكم الله خيرا. من أم أفنان من مكة المكرمة سؤال تقول فيه: هل تنقطع صلاتي إذا مر أحد أطفالي الصغار أمامي وأنا أصلي؟ لا يقطع الصلاة الطفل، لا يقطع الصلاة، لأنه ليس مكلفا ولا يمكن ضبطه ومنعه، فهو لا يقطع الصلاة. إنما التحريم والإثم خاص بالكبير الذي يمر بين المصلي وبين سترته، أو يمر قريبا منه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار أمام المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع ربيع أحمد مصري مقيم في الدمام سؤال يقول فيه: بالنسبة لسقوط بعض الشعر من الرأس أو اللحية أثناء التمشيط أو الاستحمام، هل له أثر على الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. الذي يسقط من الشعر بدون قصد وبدون تعمد ليس على المحرم فيه شيء، لأنه بغير اختياره، وللمحرم أن يمشط شعره وأن يغتسل، لكن يكون ذلك برفق لئلا يتساقط من شعره شيء، فإن تساقط شيء بدون اختياره فلا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من رأس تنورة المستمع ميم 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 بعث بجمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: في شهر رمضان المبارك نسمع أصوات مكبرات الصوت وتتداخل الأصوات، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز، لأنه يشوش على المصلين وعلى أئمة المساجد الآخرين، فما يعمله كثير من أئمة المساجد هداهم الله من رفع أصوات مكبرات الصوت خارج المسجد، هذا عمل يتنافى مع الخشوع ويشوش على المصلين في المساجد الأخرى وعلى الذين يصلون في البيوت من النساء والمعذورين وعلى من يريد النوم والاستراحة، يشوش على الناس. فالواجب على هؤلاء الأئمة والواجب على المسؤولين عن المساجد أن يهتموا بهذا الأمر، وأن لا يتركوا هذا الأمر يتفاقم
بل عليهم أن يقصروا أصوات مكبرات الصوت في داخل المساجد إلا في الأذان والإقامة فلا بأس، والأذان بالذات لأن الناس يسمعون الأذان ويقبلون على الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الأذان والإقامة، هل لا بد أن تكون في مكبر الصوت شيخ صالح؟ الأذان لا بد أن يكون في مكبر الصوت من أجل أن يسمعه الناس ويستعدوا للصلاة ويقبلوا عليها، وأما الإقامة فلا مانع أن تقام بالمكبر الصوت، ولو أقام بدونه فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. بعض الأئمة يتركون مساجدهم في رمضان لأخذ العمرة، فإذا أناب الإمام إماما آخر بنفس المستوى فهل في ذلك بأس؟ إذا أناب من يقوم بالعمل من له كفاءة فلا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يبقى هو في المسجد، لأن بقاءه في المسجد أفضل من ذهابه إلى العمرة، لأنه يؤدي عملا كلف به، ولأنه يؤم المسلمين وينتفع هو بنفسه وينفع المسلمين الذين يصلون وراءه ويعمر مسجده بالصلاة وإحياء ليالي رمضان، هذا أفضل من كونه يذهب إلى العمرة. أما إذا كان يترك المسجد ولا يقيم فيه من ينوب عنه من فيه كفاءة فإن هذا لا يجوز، هذا حرام عليه، لأنه يترك عمله الواجب ويذهب لأداء سنة، ولا شك أن الواجب مقدم على السنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أكثر المجالس نسأل الله السلامة يكثر فيها القيل والقال والغيبة والنميمة، فهل من كلمة جزاكم الله خيرا؟ نعم، الكلمة هي نصيحة المسلمين لتجنب الغيبة والنميمة في مجالسهم وفي غيرها، لأن الغيبة والنميمة كبيرتان من كبائر الذنوب، يذهبان بالحسنات ويجلبان الإثم، وفيهما ظلم للناس ووقوع في أعراضهم. قد حرم الله أعراض المسلمين كما حرم دماءهم وأموالهم، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب القبر يعذب في قبره بسبب النميمة، وأنه كان يمشي بالنميمة. النميمة كبيرة وحرام شديدة التحريم، وهي نقل الحديث بين الناس على طريق الوشاية والإفساد. وأما الغيبة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص توفيت والدته ولها بعض الاستحقاقات في الشؤون الاجتماعية وهو في أمس الحاجة، فهل يحق له أن يأخذ ذلك أو يبلغ عن وفاتها ومن ثم لا يستلم شيئا جزاكم الله خيرا؟ عليه أن يبلغ عن وفاتها، فإن صرفوا له شيئا من مستحقاتها أخذه، وإن لم يصرفوا له شيئا فإنه لا يستحق شيئا بعد وفاتها، هذا حسب النظام. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأشخاص يدعون بالجن والعفاريت عند القبر، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من الشرك الأكبر الذي يستنجد بالأموات أو يستنجد بالجن والشياطين عند الغضب ويقول خذوه اذهبوا به، هذا استعانة واستغاثة بغير الله عز وجل من الجن والغائبين، هذا شرك أكبر، صلى الله العافية والسلام. وإن كان هذا قد اعتاده بعض الناس فإنه عادة جاهلية، يجب عليهم التوبة إلى الله وترك هذا العمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخانا ميم 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 من رأس تنورة في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. هذه رسالة شيخ صالح من إحدى أخواتنا، تقول المرسلة ألف يا ميم، تقول عن نفسها زوجي مسرف على نفسه، فهل علي إثم إذا بقيت معه أم أن علي إثم إذا طلبت منه الطلاق جزاكم الله خيرا؟ عليها أن تبقى معه وأن تناصحه، إلا إذا كان يرتكب أمورا تقتضي الردة عن دين الإسلام مثل ترك الصلاة متعمدا فإنها لا يجوز لها البقاء معه وهو غير مسلم، بل تطالب بالفراق. وإذا كان يتعاطى شيئا من المحرمات التي هي دون الشرك كالمسكر وغير ذلك من المعاصي فإنها تبقى معه، ولكن عليها أن تناصحه أشد المناصحة، فإذا استمر ولم يمتثل فلها أيضا أن تطلب الفراق. نعم،
من اليمن حضرموت رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين ميم عين، يقول: عندنا كل المصلين في قريتنا قبل صلاة العصر يؤدون أذكارا جماعية وبصوت مرتفع في المسجد، وبعد الصلاة كذلك يقوم بالتهليل والتسبيح والاستغفار بصوت مرتفع وجماعي، فما حكم هذا؟ جزاكم الله خيرا. الذكر الجماعي قبل الصلاة أو بعدها بدعة محرمة لا يجوز، لأنه عمل غير مشروع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المشروع أن كل مسلم يذكر الله في نفسه منفردا عن الآخرين، لا يرتبط بصوت جماعي أو واحد يدعو والبقية يؤمنون. كل هذا من البدع التي يأثم المسلم بها ولا يؤجر عليها. فعليكم بترك هذه العادة السيئة لأنها محدثة، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا عادة في يوم العيد وبعد صلاة العيد يخرج الناس يتزاورون ويزورون كل القرية، ويكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء في الشوارع، وتتم المصافحة بين الرجال والنساء، وتمسك المرأة بيد الرجل وتدعو له بالبركة والأولاد والزواج وما شابه ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا، وما هي النصيحة لهؤلاء، وما حكم مصافحة الرجل للمرأة؟ جزاكم الله خيرا جزاء. التزاور بين الجيران والأقارب أمر مطلوب ومرغب فيه في يوم العيد وفي غيره، لأنه ينبئ عن صلة الأرحام وينبئ عن حسن الجوار وعن تعارف بين المسلمين والتواصل. التزاور بين المسلمين وبين الجيران أمر مطلوب في يوم العيد وفي غيره. وأما الاختلاط بالنساء ومصافحة النساء ممن ليسوا من محارمهن فهذه منكرات ومحرمات يجب تجنبها في يوم العيد وفي غيره، لما في ذلك من الفتنة التي تحصل بين الرجال والنساء بسبب هذا الاختلاط وبسبب هذه المصافحة. ولا بأس بالسلام بالكلام، لأن يسلم على المرأة ترد عليه أو تسلم عليه ويرد عليها بدون مصافحة وبدون فتنة أيضا. أما إذا خشيت الفتنة فإنها لا تسلم عليه. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يبتعدوا عن الفتن وعن أسباب الفتن، لأنها لا تجر عليهم إلا شرا. والتهنئة بيوم العيد لا بأس بها فيما بين المسلمين، بأن يقول: تقبل الله منا ومنك، أو أعاده الله علينا وعليك بالخير والبركة والقبول والمغفرة، أو نحو من ذلك. فالتهنئة والدعاء في هذا اليوم لا بأس. وكان الإمام أحمد يقول: أنا لا أبدأ بها أحدا، وإذا بدأني بها أحد فإنني أرد عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن حكم خصي ذكور المواشي، علما بأن الناس ينتفعون بذلك، جزاكم الله خيرا. لا بأس بخصي ذكور المواشي إذا كان هذا لأجل تسمينها وطيب لحمها، لا بأس بذلك، لأن هذا كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، يعني مخصيين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت بقضية تقول فيها: نوينا العمرة، وعندما وصلنا آبار علي نوينا الاغتسال فاغتسلنا، ثم قمنا بتمشيط شعرنا ونحن ما زلنا داخل الحمام قبل أن نلبس ملابس الإحرام وقبل أن ننوي بالإحرام للعمرة، مع العلم أننا قد نوينا ألا نمشط شعرنا، ولكن عندما سألنا إحدى الأخوات سامحها الله قالت لنا: إنه يجوز التمشيط قبل لبس ملابس الإحرام وقبل النية، ولكن عندما انتهينا من كل ذلك وقبل الخروج من حمامات أبار علي إلى المسجد لصلاة ركعتي النية بالعمرة سألنا مرة أخرى عن التمشيط لكي نتأكد من الحكم، فقيل لنا إنه حرام وأنه يجب أن نذبح فدوا عن كل شعرة تسقط منا، مع العلم بأننا لا نعرف عدد الشعرات التي سقطت منا، فاحترنا في أمرنا ولا نستطيع في نفس الوقت الرجوع إلى الحمام والاغتسال مرة أخرى رغم أننا ما زلنا موجودين هناك في آبار علي. وجهونا جزاكم الله خيرا. لا بأس بتمشيط الشعر قبل الإحرام وبعده،
ولكن بعد الإحرام يمشطه برفق أو تمشطه المرأة برفق لئلا يتساقط منه شيء، وإن سقط منه شيء بغير قصد فلا حرج في ذلك وليس فيه فدية. أنا قاله لكم هذا القائل خطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز صيام الست من شوال قبل أن نقضي الأيام التي أفطرناها في رمضان، أم يجب أن نقضي هذه الأيام ثم نصوم الست من شوال؟ جزاكم الله خيرا. الأولى هو قضاء الأيام أولا ثم صيام الست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. يدل الحديث على أن الذي عليه قضاء لا يعتبر قد صام رمضان حتى يكمل هذا القضاء، فيبدأ بالقضاء أولا، فإذا فرغ منه يصوم الست من شوال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم يا كاف، يقول: أمي أنصحها كثيرا بالصلاة فهي لم تصلي من زمن بعيد، والله يعلم أهي كانت تصلي أم لا، وعندما أوضح لها فضل الصلاة وثوابها والأشياء المترتبة على عذاب تاركها كما علمت وتعلمت من سنة خير المرسلين، فهي تصلي أياما ثم تقطع وهكذا مرارا، فما الواجب علي في ذلك؟ وأفيدونا جزاكم الله خيرا عن ارتباطها بوالدي منذ الزواج الذي مر عليه 45 عاما وهو يصلي وهي لا تصلي، ثم أريد توضيح موقفي أنا وأشقائي، حيث أن تارك الصلاة كافر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن نكاحها باطل، فهل أصابنا شيء من بطلان النكاح بينهما؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ما ذكرته من المناصحة أمر واجب، يجب عليكم الاستمرار في مناصحة والدتكم والإنكار عليها، لأن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، ويجب على والدكم كذلك أن يأمرها بالصلاة وأن ينكر عليها وأن يلزمها بالصلاة، فإن لم تمتثل وجب عليه أن يفارقها لأنها تكون كافرة وهو مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة غير الكتابية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حلفت على زوجتي بالطلاق إذا هي كلمت أختا لها، وكان هذا في وقت نفاسها أثناء الأيام التي تلي الولادة، وكانت لم تطهر بعد، ثم هي كلمتها بعدما طهرت وعلمت منها ذلك، فهل علي كفارة لهذا اليمين؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت نويت تعليق الطلاق على تكليمها فإنه يقع إذا كلمت، فيفوت عليك طلقة واحدة ويبقى لك طلقتان، إلا إذا كان سبق هذه الطلقة ما يكملها ثلاثا فإنها تبين من بينونة كبرى. وأما إذا كنت نويت بذلك منعها من الكلام ولم تريد تطليقها، وإنما أردت بذلك منعها من الكلام، فهذا يعتبر يمينا على الصحيح، يعتبر يمينا من الأيمان، تدخله الكفارة، لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة، وهذا يمين تحله الكفارة، فعليك كفارة يمين على القول الصحيح من قولي العلماء، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين على التخيير بين هذه الأمور، فإن لم تجد شيئا منها وجب عليك أن تصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب رسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.